أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آمين رب العالمين. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. بما أن الله تبارك وتعالى أمهل الكافرين ولم يؤاخذهم بسرعة في هذه الحياة الدنيا لأجل تلك الكلمة، وضرب لهم أجلا مسمى، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، كما في الآية السابقة. الكفار بالذات كفار قريش استغلوا هذه الفرصة لإيقاع أشد أنواع الأذى برسول الله صلى الله عليه وآله. الأذى الجسماني حقيقة اللي يطالع حالات الرسول صلى الله عليه وآله لا يمتلك عبرته، يبكي لمظلومية رسول الله صلى الله عليه وآله. كسروا رباعيته في إحدى الحروب في مكة المكرمة، طاردوه بشكل فظيع جدا، مطاردة يمكن ما لها نظير أصلا، مع ملاحظة مقام رسول الله صلى الله عليه وآله بينهم سابقا. محمد الأمين هو المعروف، ومقام الرسول صلى الله عليه وآله واقعا. ألقوا على رأسه القاذورات وهو في الطريق إلى الصلاة، ألقوا في طريقه الأشواك حتى يدموا أرجله الكريمة، طاردوه، ضربوه بالعصا بالحجارة، كان يهرب منهم إلى الجبال، وربما مر وأكثر أغمي عليه. أخبرت السيدة خديجة أم المؤمنين صلوات الله عليها: أدركي رسول الله فقد مات من شدة المطاردة والضرب والإدماء. مو مرة ومو مرتين، مرات عديدة. إحنا ما نقدر نستوعب ما جرى على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا إذا انقارنا ببعض الأفراد الذين نعيشهم. أفرضوا فرد واحد إلى مكانة اجتماعية كبيرة جدا، أفرضوا الآن مرجع من مراجع التقليد، وأنتوا تقلدوه وتحبوه، يطارد هكذا في الشوارع. طبعا الفارق مليار 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 مرة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الكون كله، بس من باب تقريب الشيء إلى الذهن. ذا يطاردون فد مرجع هكذا، يهرب منهم: ففررت منكم لما خفتكم، فيرمى بالحصى أو بالصخرة أو بالحجارة، يدمونه مرات عديدة. شنو يصير؟ هذا النوع من أنواع الإيذاء. سيد العام المرجع حفظه الله، أتذكر من عنده في إحدى المحاضرات كان يقول: إذا واحد يطالع تاريخ النبي صلى الله عليه وآله في بحار الأنوار، مجلد واحد أو أكثر، إذا واحد يطالع تاريخ النبي صلى الله عليه وآله لا يتمالك نفسه من شدة ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله من المصائب والمحن والآلام
من قومه في مكة وفي المدينة. هذه آلام جسدية، والأشد من ذلك الآلام الروحية النفسية. واحد قد يمتلك أن يصبر فيما يضطهد جسده، يعذبه في السجن يصبر، أما الآلام الروحية التعذيبات النفسية عادة لا تطاق. جراحات السنان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان. الجرح يبقى في القلب ميزو جسدك، فالطعنة على الفخذ على الظهر على الرقبة، تروح للمستشفى يخيطون انتهى الأمر والإنسان ينسى. أما إذا طعن في عرضه في شرفه في أخلاقه في روحه في نفسه، هذا لا يمكن أن ينسى. رسول الله صلى الله عليه وآله تعرض للأذى بشدة من قومه بمختلف أنواع التسقيطات والاتهامات. ساحر، فترة من الفترات أنه ساحر، فترة من الفترات أنه مجنون، أنه مسحور، أنه شاعر. هذا مو كلامه، هذا كلام فرد واحد أعجم إنما يعلمه بشار، فرد واحد سلمان الفارسي ده يجي يعلم القرآن الكريم. طعن في رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، في شخصيته، في عقله، في أمانته. كاهن، ساحر، مسحور، شاعر، مجنون، نتربص به ريب المنون، نرتاح من شره. هذا جدا مؤلم. واحد إذا يريد يدرك هذا الشيء خلي يتصور بالشارع واحد واقف يتهمكم بالجنون، شنو يصير بالإنسان؟ تصور أنت تمشي بالشارع على شخصيتك، أنت دكتور، مهندس، أستاذ في الجامعة، مرجع تقليد، خطيب، أي شيء، إنسان عادي، كاسب، خباز، لحام، ده يمشي بالشارع واحد يخاطب الناس هذا مجنون، ها ديروا بالكم منه، تسقيط لشخصيتي. بعد ما عنده ما يوي، ما عندما يوجه. هكذا اضطهد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذا في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى باستمرار يدافع عن الرسول صلى الله عليه وآله، ما هو بكاهن، ما هو بشاعر، ما هو بمجنون، آيات متعددة في الدفاع. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، الذي يقنعهم اللي لا تتهمون لا تسقطون بالرسول صلى الله عليه وآله. قد يتحمل الإنسان هذا النوع من التسقيط أيضا، ولكن الأفظع والأشد والأنكى من ذلك الطعن في المعبود في الإله. الإنسان يفدي كل شيء لأجل نفسه وعرضه، ويفدي نفسه وعرضه لأجل دينه وعقيدته. رسالة من الله تبارك وتعالى، طعن في الله عز وجل، تكذيب الله تبارك وتعالى. هذا بعد ما كان قابل للتحمل، هذا مو قابل للتحمل. أن أنا رسول الله، الله الواحد الأحد الصمد الرحمن الرحيم، تكذبوه؟ هذا طعن في صميم العقيدة، هذا بعد غير قابل للتحمل. لاحظوا هذه الرواية اللي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم فأمره بالصبر والرفق، فألزم النبي نفسه الصبر. لهنا معقول ومقبول. فتعدوا، واحد يتعدى الخطوط، فذكروا الله تبارك وتعالى وكذبوا، هذا بعد غير قابل للتحمل. فقال: قد صبرت في نفسي، ايش ما سويت بي، انا صبرت قابل للتحمل، جسدا روحا واهلي وعرضي، هذن كلهن صبرت، ولا صبر لي على ذكر الهي، ما أقدر أصبر.
كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي الرواية المذكورة في الكافي حقيقة هي، وهذا المقطع يدمي العين يدمي القلب. ولا صبر لي على ذكر إله. الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية، فأنزل الله عز وجل فاصبر على ما يقولون، فصبر في جميع أحواله. بعد نزول هذه الآية الرسول صلى الله عليه وآله صبر في جميع أحوال أمام هذه الهجمة الشديدة. شنو وظيفة الإنسان؟ شنو وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الكلام عام، المخاطب الرسول، ولكن الخطاب عام يشمل الجميع، جميع المجاهدين المبلغين الذين يدافعون عن حريم الدين تحت أي عنوان وفي أي لباس. الكفار لهم هذه المدة المعينة، لازم تتحملهم إلى أن يأتي ذلك الأجل المسمى المحتوم. فاصبر يا رسول الله. ما هو الموقف؟ موقفان. الموقف الأول موقف عملي نفسي وهو الصبر. الموقف الثاني موقف عملي جوارحي وهو الذكر. الصبر بحاجة إلى طاقة كبيرة، مو كل إنسان يتحمل. بعض الأحيان الإنسان ينهار أمام المشاكل، المشاكل تحيط به من كل الجوانب فيفقد طاقته، ينهار ما يقدر يتحمل. نأمره بالصبر، يقول ما أقدر أصبر. الصبر بحاجة إلى طاقة كبيرة جدا. نأمره بالاعتماد بتلك الطاقة، القدرة اللامتناهية، قدرة الله تبارك وتعالى. هذه القدرة إذا ارتبط الإنسان بها استمد منها العون. الإنسان الضعيف يتكئ في الماديات بشخص قوي، في المعنويات أيضا يتكئ، يعتمد، يتوكل على الله تبارك وتعالى. فاصبر على ما يقولون. ما يقولون من أنواع الاتهامات والتسقيطات. هنا نقطة جديرة بالتأمل. هنا يقول الآية تقول على ما يقولون مو على ما يفعلون. طاردوا النبي صلى الله عليه وآله مطاردة جسدية، عذبوه بأنواع العذابات، هو وأصحابه، قتلوا حمزة عمه، قتلوا أصحابه صلوات الله وسلامه عليهم ورضوان الله عليهم. يفعلون هذا يحتاج إلى صبر، ولكن يقولون أشد، بحاجة إلى صبر وتأكيد هذا الصبر. آيات عديدة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى المؤمنين تأمرهم بالصبر. الصبر من الإيمان، روايات أيضا، الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه، كذلك لا خير في إيمان لا صبر معه. فاصبر مو على ما يفعلون، فاصبر على اللي هاي بحاجة إلى قوة أكبر. فاصبر على ما يقولون بالنسبة إليك نفسك، عرضك، أهلك، وبالنسبة إلى الرسالة، وبالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. كل أنواع الأذى التي تتعرض لها موقفك أمامها موقفان. الموقف الأول الموقف العملي النفسي، لازم تصبر. دام تصبر شنو تريد تسوي؟ تأذي نفسك أكثر. هاي أذية من الكفار وأذية أخرى من نفسك اللي لا تصبر. واحد يفقد نفسه، ينهار أو يصير عصبي مثلا. الصبر بحاجة إلى تلك المقومات، بحاجة إلى تلك النفسية الرفيعة. يأتي هنا الموقف الثاني، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس.
وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار، هذه الأوقات الأربعة. وسبح بحمد ربك، سبح التسبيح، تسبيح الله تبارك وتعالى، معنى التسبيح شنو؟ تنزيه الله عما لا يليق به، الجهل لا يليق بالله تبارك وتعالى، ليس بجاهل، الظلم لا يليق بالله تبارك وتعالى، ليس بظالم، ولد والد لم يلد ولم يولد، تنزيهه عن كل ناقص، عن كل قبيح، عن كل سيئة، هذا يسمى التسبيح. احنا بالصلاة بالركوع بالسجود سبحان ربي الأعلى، يعني أنزهه تنزيها عن كل شيء لا يليق به، هذا معنى التسبيح. الحمد يعني شنو؟ الحمد لله ذكر صفات الكمال، الحمد والثناء بمعنى أنه يذكر صفات الكمال لله تبارك وتعالى، الحمد لله. هنا في هذه الآية الكريمة الله تبارك وتعالى بعد أن يأمره بالصبر يأمره بالتسبيح والتحميد، فسبح بحمد ربك، يعني تسبيحا مقترنا بالله تبارك، بحمد الله تبارك وتعالى. الباء باء المصاحبة، باء المعية، يعني حمد تسبيحا مع تحميد، قل سبحان الله والحمد لله، أو اذكر صفات الكمال لله تبارك وتعالى، احمده هكذا بتنزيهه عما لا يليق بجلاله. طبعا معاني متعددة مذكورة ومتصورة هنا، احنا نذكر بعض المعاني، هالمقدار يكفي. وسبح بحمد ربك، متى؟ أوقات أربعة اللي تكون مستغرقة للنهار والليل، فسبح بحمد ربك متى؟ الوقت الأول قبل طلوع الشمس، هذا الوقت الأول. ثانيا وقبل غروبها، وثالثا ومن آناء الليل، آناء يعني الساعات، أوقات الليل جمع إنا على وزن إلى، معناه شنو؟ يعني الوقت. ومن آناء الليل، من إما ابتدائية يعني ابتداء من الليل، ابدأ بالتحميد والتسبيح ابتداء من الليل وفي آنائه، أو بمعنى التبعيض، مو كل الليل، مو كل الليل أنت تبدأ بذكر الله تبارك وتعالى، وإنما قسما من الليل. ومن يعني بعض أوقات وساعات الليل، ومن آناء الليل فسبح، وأطراف النهار. أطراف النهار أكو أيضا تفاسير متعددة بمعنى طرفي النهار في الابتداء وفي الانتهاء، أو مختلف الأطراف، لأن للنهار أطراف عديدة، يعني غير قبل الطلوع وقبل الغروب، في مختلف ساعات النهار أطراف النهار، هذا الطرف يوازي ذاك الطرف، الآن الذي بعده يوازي الآن الذي قبل ذلك الطرف من جهة الأخير، وهكذا. يعني بعد طلوع الشمس، يعني قبل أذان الظهر، يعني وقت العصر، في مختلف آنات وأطراف النهار. ذاكرين المقصود أنه طرفي النهار في البداية والنهاية، وإنما جاء بالجمع من باب الجمع المنطقي اللي يطلق على الاثنين أيضا، الجمع يمكن ذلك، ولكن لا داعي لهذا التأويل. أطراف يعني مختلف الأطراف الموجودة في النهار. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. التحميد والتسبيح واضح، سبحان الله الحمد لله ذكر الكمال تنزيهه عن النقائص،
بعض المفسرين تبعا لبعض الروايات يذكرون بأن المقصود من هذه الأوقات أوقات الصلوات الواجبة والمستحبة. هذه الأوقات الأربعة، ثلاثة منها واجبة: قبل طلوع الشمس لصلاة الصبح، قبل غروبها لصلاة الظهرين، ومن من آناء الليل فسبح يعني صلاة العشاء، وأطراف النهار يعني الصلاة التطوعية النافلة. فثلاث أوقات للصلوات الواجبة: صبحا، ظهرين، عشاءين، وأثناء النهار للصلوات المستحبة. وقد ورد في ذلك عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: في أطراف النهار، يعني تطوع بالنهار. وفي رواية عن الإمام الصادق يقول: الغداة والعشي، هذا من باب أحد المصادق للتسبيح والتحميد، جيد لا بأس به. التسبيح والتحميد له معنى عام، المعنى العام من مصادقه الصلاة تسبيح لله تبارك وتعالى، تنزيها له عن الشرك وعن سائر الرذائل النقائص التي الله تبارك وتعالى منزه عنها. الصلاة من المصادق. هنالك مصداق آخر وهو الذكر، ذكر خاص كما ورد في بعض الروايات. إسماعيل بن الفاضل يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، شنو المقصود؟ الإمام يبين مصداق آخر من مصادق التحميد والتسبيح، فيقول عليه السلام: فريضة، سلام عليكم، على كل مسلم. هاي فريضة، فريضة يعني واجبة، الواجب يعني الثابت، الثابت إما على نحو الوجوب الإلزامي، هذا قطعا مو مقصود، وإنما على نحو عدم الثابت لا على الإلزام بمعنى المستحب، وإنما عبر عنه بالفريضة للتأكيد الشديد. فريضة على كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس 10 مرات وقبل غروب الشمس 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده، وهو على كل شيء قدير. هذا أيضا مصداق آخر. فإذا في مواجهة تسقيطات الأعداء: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لعلك ترضى، لعلك تصل إلى تلك ذلك المقام العظيم، مقام الرضاية. الإنسان اللي ما يرضى، ما يرضى بما قدره الله تبارك وتعالى، لا، هذا كلش يتأذى في الحياة، كلش يتأذى في الحياة. يشوف الآخرين دائما شنو عندهم من أموال، من جاه، من قدرة، من مال، من منال، من مقام، من منصب، فلا يتنعم بالنعم التي منحها الله تبارك وتعالى، لا، لأن كل فكرة وذكرى من الآخرين. أنت شوف الله تبارك وتعالى شنو أعطى، أشكر الله تبارك وتعالى على ما أعطى. حتى أنت تكون مرتاح. لعلك يا رسول الله ترضى. لعل هنا شنو معنى؟ لعل عندنا في اللغة العربية بمعنى الترجي، يعني توقع حدوث شيء في المستقبل. هذا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى محال، لأنه مستلزم للجهل، مستلزمون للجهل. فلعل في القرآن عموما إما بمعنى ترجي المخاطب، يعني أنت هكذا ترجو، هذا لرجائك أنت،
حينما تعتمد على الله تبارك وتعالى، تذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات دائما ليلا ونهارا، ترضى بما قسمه الله تبارك وتعالى، لا فإنك إن فعلت ذلك أعطاك الله ما يرضيك في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أعطاه النصرة، في الآخرة أعطاه الشفاعة وكثير من المقامات الأخرى التي ربما أشير إلى بعضها في الروايات، منها البشرى بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لاحظوا هذه الرواية، يقول نعم، ثم هاي الرواية اللي قرناها في البداية من كررها بعد، فصبر في جميع أحواله ثم بشر في عترته بالأئمة. هذا نتيجة الرضا، نتيجة الصبر والتحميد والتسبيح، الوصول إلى مقام الرضا، ثم البشارة. البشارة بماذا؟ بالشفاعة، البشارة بالنصرة، البشارة بأن الأئمة من عترته عليهم أفضل الصلاة والسلام. وفي تأويل هذه الآية ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: فاصبر على ما يقولون. من جملة ما يقولون شنو؟ تسقيط للنبي صلى الله عليه وآله ولاستمرار الإمامة في عترته. يقول الإمام الباقر: دفعهم ولاية أمير المؤمنين، دفعهم ولاية أمير المؤمنين. هذا أيضا من أجلى المصادر لهذه الآية الكريمة. النتيجة أن الله تبارك وتعالى سينتقم منهم في المستقبل. يقول الإمام الصادق عليه السلام: اصبر على ما يقولون يا محمد. من تكذيبهم إياك فإني منتقم منهم برجل منك، وهو قائمي الذي سلطته على دماء الظلمة. العبرة من هذه الآية الكريمة لنا أن الطريق مليء بالأشواك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المجاهدون المؤمنون دائما يتعرضون لمختلف أنواع الاتهامات والتسقيطات، وهذا ما نشاهده منذ 40 سنة اللي أنا دا أشوف، أنتم تشوفون يمكن نصف قرن أو أكثر، تسقيط لمختلف الأفراد، المؤمنين، العلماء، المجاهدين، بمختلف أنواع التسقيطات، ضربهم في الصميم لإسقاطهم في المجتمع. كيف نجابه هذه التسقيطات؟ بالصبر والاعتماد والتوكل والتسبيح والتحميد لله تبارك وتعالى. هنالك مجموعة من الشواهد المعاصرة، باعتبار أن الوقت قد انتهى نتركها لفرصة أخرى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.